أبو محمد من أبو ظبي يسأل يقول هل يجوز أننا نرفع الأيدي في خطبة الجمعة؟ أبو محمد بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز في حالتين. الحالة الأولى عند استسقاء الإمام فإذا استسقى الإمام وهو طلب السقيا من الله عز وجل ورفع يديه نرفع. والحالة الثانية الاستصحاء ومعنى الاستصحاء طلب الصحو فإذا كثر المطر مثلا و اهلك الـ الـ يعني الناس مثلا او اضر مثلا بالبلد يشرع طلب الصحو من الله بان يقول اللهم حوالينا ولا علينا فقد جاء في الصحيح من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا دخل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وجاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يقول أنس حتى رأيت بياض إبطيه يعني بالغ في الرفع فدعا الله عز وجل يقول أنس فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا ولحيته تقطر من ماء السماء الله أكبر دعا النبي عليه الصلاة والسلام فنزل المطر جاءت سحابة على المدينة ثم توسعت وامطرت اسبوعا كاملا جمعه كامله يعني من الجمعه الى الجمعه فقال في الجمعه الثانيه جاء هذا الرجل او غيره قال يا رسول الله انقطعت السبل وجاع العيال و ويعني يشكو كثره المطر لانها ملأت الاوديه والشراج والخوابي فقال ادعو الله ان يصرف عنا المطر من رحمه النبي عليه الصلاه والسلام انه ما قال اللهم اصرف عنا المطر لا قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، ما قال اللهم يعني اذهب عنا هذا المطر، لا قال اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر فذهبت هذه السحابه حول المدينه، قال العلماء تشرع يشرع رفع الايدي في خطبة الجمعة عند هاتين الحالتين. أما بقية الأحوال فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه على المنبر، بل إن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على من كان يرفع يديه على المنبر في عهد بني أمية. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه لما رأى أحد الخطبة رفع يديه قال قبح الله هاتين اليدين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر